حسين حبيب لا يجيب حبيبا وأنى لك بالجواب وقد فصل رأسك عن جسدك. He says, Ya Hussein, respond to me. This is Jabir ibn Abdullah al-Ansari. This is the man who carried you when you were little. This is the man who saw you with Rasulullah sallallahu alayhi wa alim. So Ya Hussein, respond to me. But then he says, how can you respond to me when your head has been severed from your body and separated? Then he says to Imam Hussein, O Abu Abdullah, I bear witness that I participated with you and I joined you and I sacrificed with you, Ya Abu Abdullah. His servant Atiyah said, Ya Jabir, how can you say this when we have never sacrificed our life for Imam Hussein alayhi salam? He said, Ya Atiyah, I heard my beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam saying, whomever loves a group of people and agrees with what they have done, then Allah subhanahu wa ta'ala will resurrect him with them and he will make him the partner of their action. And may Allah be my witness that I love Abi Abdullah al-Hussein and I support him and support everything that he did. So Allah will make me with him on the day of judgment. ثم جلس على قبر أبي عبد الله الحسين يذكر جده رسول الله حتى جاءه عطية بالخبر قال يا جابر هذا مولاك علي بن الحسين قد عاد مع القافلة إلى كربلاء ذهب إليه مسرعا قال له يا ابن رسول الله أخبرني عما جرى في كربلاء قال له يا جابر بما أبدأ وما أخبرك يقل لي يا جابر شو أسولف لك عن يا ألم يا لوع عن والد الصاب السماء وداست الخيل ضلوع ولوع عن كفيل العائلة وشفينا المقطوع ولوع عن رباب الفاجدة ولو زينب المفجوع عند ذلك جاءت زينب إلى قبر أبي عبد الله الحسين رمت بنفسها على قبر أخيها نادت أخي حسين أخي ما عودتني منك الجفاء فعلى ما تجفوني وتجفو من معي جرت المدامع يوم شمر شمر عن ساعدي ومثن زينب كسرى صرخت ونادت والفؤاد تفطرا أنعم جوابا يا حسين أمات إيش مر الخناب صوت كسر أضلعي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.
Mu'mineen and mu'minat, brothers and sisters, here we are the guest of Imam Hussein alayhi salam in his majlis. And we've just shed our tears for him. This is the time, inshallah, when dua is accepted. So raise your hands for the dua. And we have many mu'mineen who've requested our dua. We have some ladies who are ill who requested us to pray for their quick recoveries and for the quick recoveries of all mu'mineen and mu'minat and for all the hajat of mu'mineen and mu'minat. And for the safety and the security of the followers of Imam Hussein alayhi salam and all over the world. Let us raise our hands for dua. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibu al-muttara idha da'a wa yakshifu as-su. Amma yujibu al-muttara idha da'a. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اكشف عنا السوء يا الله اللهم اغفر ذنوبنا يا الله كفر عنا سيئاتنا يا الله وتوفنا مع الأبرار يا الله مع محمد وآله الأطهار يا الله إلهي بالحسين الشهيد فرج عن شيعة الحسين في مشارق الأرض ومغاربها يا الله اللهم انصر شيعة الحسين في مشارق الأرض ومغاربها يا الله إلهي بالحسين المظلوم اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله إلهي بالحسين شافي وعافي جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله على الخصوص من أوصونا بالدعاء منهم اقض حوائجهم شافي مرضاهم ارحمهم برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم ارزقنا زيارة الحسين عاجلا يا الله وشفاعته في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة يا الله اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا
اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل أنظارنا بنظرة منا إليه. اللهم نقسم عليك بالزهراء فاطمة إلا ما رزقتنا شفاعة الزهراء يا الله يا الله يا الله، لقضاء الحوائج ولشفاء المرضى ولكشف هذه الغمة عن هذه الأمة ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما أرواح أموات الجالسين والحاضرين والمؤسسين والباذلين، رحم الله من يقرأ السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.